ونفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة وجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. جزاكم الله خيرا جميعا، منظمين، مسهمين، معينين، حاضرين، جزا الله الجميع خيرا وجزا هذه البيئة المباركة خيرا، وكثر الله الخير في هذه الأمة ومكن له بفضله وكرمه. عنوان أو موضوع هذه الكلمة كما هو عنوانها عندكم: نحو رؤية علمية شاملة متكاملة في خدمة التراث العربي الإسلامي، ومدارها على 7 نقط. أولا، مقدمة في السياق التاريخي لهذه الرؤية وهذه الخدمة. ثانيا، أهمية المؤسسات العلمية المتخصصة في التحضير لغد الأمة. ثالثا، منطلقات هذه الرؤية. رابعا، تحديات الخدمة في هذه الرؤية. خامسا، مراحل الخدمة في هذه الرؤية. سادسا، شروط الخدمة في هذه الرؤية. سابعا وأخيرا، خاتمة في ضرورة التعاون بين أهل العلم وأهل الحاسوب وأهل المال للنهوض بما ينبغي النهوض به في هذه الرؤية. أولا، العنصر الأول، مقدمة في السياق التاريخي كما قلنا لهذه الرؤية وهذه الخدمة. وتحت هذه النقطة 3 نقط صغرى. أولا، الظرف ظرف انتقال للأمة. ثانيا، الظرف ظرف ابتعاد عن التراث. ثالثا، الظرف ظرف انشغال بالآنيات عن الاستراتيجيات. بما أن النقط متعددة، أغلبها هو من النقط، كلام عن النقط انطلاقا من النقط، فلكي يتوازن الحديث إن شاء الله عن هذه النقط سأدخل مباشرة. هذه الرؤية في هذا الوقت، هذا الظرف، سياق التاريخ الذي لها، يعني فيه 3 أمور مهمة. الظرف العام الآن لهذه الأمة هو ظرف انتقال، ومعنى هذا بتلخيص كثير أن الأمة في القرون 7 الأولى تقريبا عرفت امتدادا وعرفت نموا وعرفت ازدهارا، تدرج أيضا في مراحل هو نفسه، القرون 7 الأولى من تاريخها. والقرون 7 التي تلتها بصفة عامة كانت قرونا دون ذلك، عرفت فيها انحسارا في عدد من الأقطار بصفة عامة. انحسر الكيان، انحسر وضعف، وأخيرا انتهى بمرحلة بخاتمة سيئة جدا، هي ضياع كيانها العام، وأصبحت أشلاء متناثرة في الكرة الأرضية، لها وجود جغرافي ووجود تاريخي ووجود واقعي باهت جدا 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 جدا. وبذلك
بدأت المرحلة الثالثة أو الشوط الثالث يعني. بدأت دورة تاريخية جديدة، ولا عجب في هذا، فكأنه من باب تعاقب الليل والنهار. ترقب زوالا إذا قيل تم، وكذلك أيضا في نهاية الهبوط اشتد أزمة فريج. بعدما سمي بالحرب العالمية الأولى بدأ هذا الشوط الثالث أو هذا الوضع الجديد للأمة. بدأ هذا الظرف بداية رسمية شاملة، وإلا فبدايته سابقة بقرون. تعلمون أن مفاتيح غرناطة سلمت في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي 1492، فصقلية قبلها، مناطق أخرى كثيرة. ثم يعني الوجود كما قلت الكيان الرسمي للأمة يعني في النهاية انتهى، كان آخر نهايته هو ما سمي بالحرب العالمية الأولى. هذه الحرب نحن الآن على أبواب نهاية قرن لها، نهاية قرن تقريبا، يعني بهذا العام نصل إلى القرن، يعني كانت 1917 نهايتها من 14 إلى 17، الآن نحن في 2017. هذا القرن عرف تحولات داخلية في الأمة، بعضها كان ملموسا في الظاهر وبعضها لم يكن ملموسا، ولكنه كان حركة في الأحشاء، في أحشاء الأمة. ولكنه عند من يرصد التاريخ ويعرف حركة التاريخ يعرف أن الأمة حبلى، وحملها هذا مهم جدا للبشرية، مهم جدا. وما رآه الناس من عجائب وغرائب وما يرونه الآن من البلايا ومن الاضطرابات ومن كله من علامات القرب، يعني من أمارات هذا الحمل، سواء في مرحلة ما كان في مرحلة الوحم، والآن أشياء قريبة من المخاض. فلا عجب في هذا. ومن قرأ السيرة على سبيل المثال، السيرة النبوية، يرى أن أصعب فترة في السيرة على الإطلاق، يعني قبل أن يكون ما يكون من الخير في المدينة المنورة، هي ثلاث سنوات الأخيرة، سنوات الحصار في الشعب. المسلمون جميعا، أغنياؤهم وفقراؤهم، الجميع صار في يعني صهر في بوتقة واحدة، بوتقة البلاء الشامل. يعني كان المسلمون يأكلون أوراق الشجر. ولكن بعد هذا البلاء الشامل مباشرة، وختم طبعا أيضا بما سمي بعام الحزن، وفاة السيدة عائشة، وكانت ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وفاة عمه، وكل ذلك كان زيادة في الضغط النفسي والعملي. ولكن مباشرة جاء الانفراج في السماء وفي الأرض، الانفراج في السماء بالإسراء والمعراج، والانفراج في الأرض بعد بظهور ناس من المدينة، من يثرب، الستة الذين جاءوا في العام الأول، الاثنى عشر الذين جاءوا في العام الثاني، وبعد بيعة العقبة الكبرى المشهورة. فكان الانتقال نهائيا. وحتى في النصوص التي لها صلة بهذا الأمر دائما بالطراد تقريبا، الهبات الإلهية العظمى تكون مفاجئة، وتكون في الوقت الذي لا ينتظر فيه أن تكون،
سواء في الحالة الفردية أو في الحالة الجماعية، حتى استيأس الرسل، الرسل استيأسوا وليس الناس العاديين، حتى استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا هنا بمعنى أيقانوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا، جاءهم هكذا مجيئا بالفعل المطاوع بهذا الشكل، جاء وحده ويمشي إليهم، جاء النصر. والنصر طبعا ليس مربوطا في هذا الدين لا بعدة ولا بعدد، وإنما هو مربوط بالله جل جلاله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، يأتي به في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد، لكن أسبابه الظاهرة وشروطه الإعداد له، هذه الوسائل التي يمكننا أن نفعلها مما هو داخل في الوسع، كل ذلك مطلوب شرعا على قدر الوسع، لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه المرحلة أقول هي مرحلة الأمة فيها تستأنف سيرها للحضور في التاريخ من جديد، لما يسميه البعض بالشهود بهذه العبارة، ولا شهود إلا بعد النهوض، والنهوض هو هذه المرحلة التي فيها المعاناة والمحاولة، ويقع أحيانا محاولة للوقوف فيقع التعثر فيقع، وهكذا مر هذا في الدول المسمات بالنمور، وحالة ماليزيا وحالة إندونيسيا وما وقع فيهما على يد سوروس، ضربة معركة خطيرة جدا مالية، وفعلا تركت العجب العجاب. ما يحدث لتركيا الآن بصفة عامة وهي في فوهة البركان، ما أشياء أخرى كثيرة، أشياء أخرى كثيرة بصفة عامة، ولكن الأمة سائرة والبلاء مستمر وسيزداد، لأنه إذا لم يشتد وإذا لم يتسع نطاقه لا يأتي، يعني الناس بصفة عامة في الأمة شروط الحمل للحمل الحضاري عندهم ضعفت جدا، أليفوا الاسترخاء، أليفوا الترهول، لا يعني كل شيء له ثمن، لا بد. قيل الإمام الشافعي أيمكن للمسلم ثم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. وما هو قادم خير عظيم قطعا، لأن العالم لم يعد فيه الآن بالإمكان أن يقوم الإسلام في نقطة ما باستقلال عن بقية النقط، لم يعد هذا بالإمكان. العالم قرية واحدة، والشيطان وجنده متربصون يفعلون كل ما في يعني جهدهم، ولكن كما تعلمون السنة هي ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالرياح المعاكسة هي بصفة عامة لتقوية الجسد المنطلق، فعلى قدر المعاناة التي صعوبة على قدر المعاناة وصعوبة المواجهة، على قدر العضلات التي تتكون، فيتأهل فعلا للشهود الحضاري، يتأهل، لا يتأهل الإنسان، يعني لا عندنا ولا عند غيرنا، ولكن بالخصوص عندنا، لأن هذا المولود الذي سيولد من جديد وهو الأمة المسلمة التي ستولد بعده من الأمة الإسلامية القائمة الآن، هذه الأمة المسلمة لن تولد بيسر، لأن الرسالة التي ستقوم بها، الوظيفة العالمية التي هي الشهادة عن الناس، هي ظهور الدين من جديد، الظهور الكلي، لا نقول من جديد، الظهور الكلي الذي لم يقع قبل، ما حدث من ظهور زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حده الجزيرة فقط،
وما حدث بعد بالفتوحات له حدود، ولم يتم هذا الظهور حتى الساعة بالصورة التي يتحدث عنها القرآن، ولكنه الآن سائر في طريقه، لأنه الآن غير ممكن أن نشهد الأشكال التي مضت في التاريخ، غير ممكن، غير ممكن أن تظهر الدولة المرابطية، غير ممكن أن يظهر الأتراك العثمانيون، غير ممكن أن تظهر تلك الأشكال الآن. لا بد من شيء عام من هام قادم. هذا الشيء العام والهام الأمة فيه في حال معاناة كما قلت، وهي لا تزال في نظري في النصف الأول من محاولة النهوض، وليس الشهود، الشهود ما زال بعيدا، لأنه يقتضي الإمامة في مختلف المجالات. الشهود القادم لا يكون بالدونية، مستحيل، ولا يكون بالتفوق في جانب واحد، مستحيل أيضا. المسألة العسكرية انتهت، لم يبقى مجال لها، ولكن الإمامة والتفوق الكامل في مختلف المجالات هذا بابه ما زال مشرعا وليس مفتوحا. فهذا أولا، الظرف ظرف انتقال لا بد من وضع هذا في الاعتبار. النقطة الثانية، الظرف ظرف ابتعاد عن التراث. استطاع الغرب، وهذا واقع، استطاع أن يحدث قطيعة أو ما يشبه القطيع بين النابتة الجديدة في الأمة بصفة عامة وبين كسبها الحضاري، استطاع أن يحدث هذا، ولا سيما القطيعة مع الوحي أكثر من القطيعة مع تراث المسلمين، التراث الذي هو نتيجة تفاعل المسلمين في التاريخ مع الوحي من جهة، ومع واقعهم من جهة ثانية. ما أعطوه نتيجة هذا التفاعل بين الأمرين، وهم حسب ما يفهمون عندك ما يفهمون من هذا الوحي، وحسب ما يعانونه من الواقع، وحسب أعطوا شيئا في مختلف العلوم، في مختلف الصناعات، في مختلف المجالات، إلى غير ذلك. أقول ذلك الذي أعطوه تجد بعض الحضور في بعض المجالات وهو قليل، ولكن بصفة عامة هناك ابتعاد، استطاع الغرب أن يحدث هذا الإبعاد للأمة عن تاريخها الحضاري. مختلف التخصصات الآن العلمية في العلوم المادية لا يكادون يعرفون شيئا عن ماضيهم في أي مجال، لا أطباء ولا صيادلة ولا مهندسين ولا ولا ولا، والتاريخ حافل بالعجائب العجيبة العظيمة. وهناك الآن تجربتان مهمتان لما استطاع أن يشهد تينك التجربتين في شيء مهم. أولا، ما أنجزه مركز، ربما الأستاذ سمير يعرفه، يعني يذكره بالنص، الأستاذ سليم الحسني، محمد سليم الحسني في أنجلترا. هناك مركز أنا بنفسي شهدت ذلك الشيء الذي يعرضه، شهدته في قطر منذ نحو 3 سنوات أو 4 سنوات، وكم يكون مفيدا للمغاربة أن يؤتى بذلك إلى هنا ويراه أبناؤنا، يدور كما تدور المهرجانات يدور في المدن، ولدى أطفال المدارس سيرون العجب العجاب، والتأثير سيختلف قبل هذه الدورة وبعد هذه الدورة، يمكن أن يقاس الإيمان أو أن يقاس الشعور بالذات، بأنه مهم، ليس بالدنيا، بالشعور بالقيمة والأهمية. هذه أشياء يمكن أن تكون، لأن الآن الأمور ليست أمام الأبناء، أشياء منك. الأمر الآخر هو الجهد الذي يبذله رجل واحد هو فؤاد سيزكين. هذا الرجل الذي عنده مركز خاص في فرانكفورت للبحث العلمي، هذا الرجل أنجز جهدا
أنجز شيئا ويؤسف أشد الأسف على أن هذا الجهد حتى الساعة لم يترجم، ترجم جزء يسير منه، هو الآن تجاوز 20 مجلدا بالألمانية، وما ترجم منه جزءان فيما أعلم، والذي ترجم إلى العربية وطبع أيضا طبع بطريقة ووزع بطريقة لا يكاد يعرف، ولكن العلم الموجود هناك غزير غزير جدا. الذي أردت التنبيه عليه هو جانب آخر من عمل هذا الرجل، وهو يعني إسهام المسلمين في مجال التقنية والتكنولوجيا. عنده كتاب في 5 مجلدات ووضع نموذج النماذج التي أمكن استعادتها تقريبا وتصنيعها حسب الموصوف في الماضي. وضع متحف في اسطنبول منذ نحو 3 سنوات يمكن أن يذهب الإنسان ويرى ذلك، فهو شيء مهم، شيء مهم. أقول هذا الابتعاد عن التراث له انعكاس خطير، أن الأبناء لا يعرفون ذاتهم، لأن التراث أساسا هو الذات. الأمة ليست لحما ودما أو فلان بن فلان وفلانة بنت فلان، الأمة هي ذلك الكسب الحضاري بكامله الذي كان في التاريخ. إذا صار مجهولا فالإنسان لا يعرف أمه، ابن هذه الحضارة لا يعرف أمه من هي وما هي عمليا. فهذا الابتعاد أقول واقع الآن، وأضراره كبيرة وآثاره بالغة في النابتة، فيحتاج الأمر إلى جهد خاص لإحضاره للأبناء ولفت نظر الأبناء إليه أو جعلهم يأخذونه بطريقة أخرى غير الطريقة السابقة، لأنه غير متيسر أن يصير التعليم الآن يعني مبرمجا على أساس استيعاب التراث. هذا أمر صعب جدا الآن. النقطة الثالثة هي انشغال بالآنيات عن الاستراتيجيات في هذا الظرف. أيضا من ملامح هذا الظرف الذي نتحدث عنه أو هذا السياق التاريخي الذي تأتي في هذه الكلمة، أن الأمة أيضا منشغلة بالآنيات. أقصد بالآنيات شيء ما يجري الآن، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل كذا، مشاكل كذا، ما يجري ليس لها هذا النظر البعيد المستقبلي، لأن ما تمتلئ به من كائنات بصفة عامة جميعا منشغلون بما بحاضرهم، منشغلون بحاضرهم بما يضغط عليهم في لحظتهم، في لحظتهم التاريخية. أي شعب يفكر بهذا الشكل سيبقى حيثه إن لم يزدد هبوطا. نعطي مثالا، يعني ما سمي بحركات التحرر العربي في وقت من الأوقات، يعني بعد يعني في النصف الأول من القرن 20 بالتقويم الأوروبي، هذا النصف بصفة عامة عرف أشكالا من ما سمي بالاستقلال، وهو إنما أوروبا دخلت وأحدثت ما أحدثت، مثل ما فعلت الولايات المتحدة الآن في أفغانستان على سبيل المثال، أحدثت ما أحدثت من التحول، تمكنت أولا من البلد، أخذته بالداخلية، بعد ذلك أنتجت تعليما خاصا، بدأ ينتج إنسانا خاصا قابلا للاستعمار، بل حاملا لرسالة الاستعمار وليس فقط قابلا للاستعمار، بدأ ينتج هذا الإنسان. هذا الإنسان التعليم بدأته وطمع، عندما طمع أنه على ما له جاءوا ما عادوا بحاجة لأن يعطوا دما أو أن يعطوا مالا أو أن يعطوا جهدا. حل بين القلوب، واحد التعبير في الدارجة عندنا هنا في المغرب، داروا العزابة كيجيبوا الحليب ويجيبوا الزرع ويجيبوا الزيتون ويجيبوا كل خير، وانتهت القصة والأمور لا تزال مضغوطة. وعندما
تحاول نقطة ما أن تفكر في يقظة حقيقية تؤدب. فهذا التفكير، هذا الانشغال دابا بالآنيات وعدم وجود رسالة شاملة يعيشها تعيشها النابتة فيها التطلع الصحيح لغد الأمة من أجل حضور، من أجل حمل رسالة، من أجل حضور تاريخي، من أجل استعادة الذات المهربة المغربة، هذا الإحساس لا تعيشه المدرسة المغربية، لا في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في الثانوي ولا في الجامعة ولا فيما سمي بالمدارس العليا ولا أي شيء. وزارة التربية الوطنية لا رسالة لها واضحة في هذا الاتجاه على الأقل. هذا إشكال، هذا إشكال ضخم. أمة تستطيع أن تسألها سؤالا خطيرا، إلى أين، ما الذي تريدون أن تفعلوه بهؤلاء الأبناء؟ إلى أنتم سائرون بالبلد، إلى أين؟ أرونا أراكم الله. ما أسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. ولكن هل يعفي هذا الأمر أبناء الأمة من أن يفكروا ذاتيا هم؟ لا، لا يعفيهم. كل واحد عليه هو أن يستيقظ أولا وأن يوقظ ما استطاع، هذا أساسا، لأن الأمر هكذا يسير، هكذا يسير. فعندما قلت حركة التحرر على سبيل المثال، استيقظوا وأسسوا وضحوا وأعطوا كل ما أعطوا لياتي الاستقلال، يعني الاستقلال الجسدي، يعني خرج جسد الاستعمار ولم تخرج روحه، لأنه لا يخرج الروح إلا الروح، والروح لم تأتي، روح هذه الأمة لم يعد إحلالها فيها، لأن روحها أساسا الوحي الذي منه انطلقت وبه وجدت ومن أجله قامت وبه فتحت الآفاق وبه أعطت ما أعطت عبر التاريخ. بغير الوحي لم يكن لها كيان. إذا كان الله قال الإنسان الفرد هلت على لسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يمكنك أن تقول قياسا على ذلك هلت على العرب شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على من سموا بعد بالمسلمين حين من الدهر لم يكونوا شيئا مذكورا؟ هذا واقع، كانوا في وقت من الأوقات ليسوا شيئا مذكورا. ثم بعد جاءت المرحلة التي فيها وإنه لذكر لك ولقومك، وكذلك كان. فإذا هذا الانشغال، الأمور البعيدة المدى، الأمور الخادمة، خدمة حقيقية للأمة التي تؤثر في الأعماق، تؤثر في التفكير أولا، ثم تؤثر في التعبير ثانية، ثم تؤثر في التدبير ثالثة في مختلف المجالات، وكل ذلك بالنظام الأصلي الفطري الطبيعي الذي به تسير جميع الكائنات بالتدرج. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا في المقدمة. النقطة الثانية هي أهمية المؤسسات، أهمية المؤسسات العلمية المتخصصة في التحضيرات في التحضير لغدي الأمة. ها هنا بعض الكلمات فاستريحوا إليها قليلا، استريحوا بها وإليها قليلا. فأقول بالعلم جعل آدم عليه السلام خليفة في الأرض، وبالعلم نبئ الأنبياء وأرسل الرسل على مر القرون، بالعلم قامت الدعوة في الأرض، وبالعلم استمر تنزلها حتى اكتملت، بالعلم نزل القرآن الذي هو العلم، وهو يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. العلم في اللفظ القرآني أساسا هو العلم النازل من عند الله عز وجل، هذا الأصل وما سواه فرع عليه.
بالعلم نزل القرآن الذي هو العلم، وبالتنويه به استهل تنزيله آمرا بطلب العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إنسان من علق، اقرأ ربك الكرم الذي علم بالقلم، علم إنسان ما لم يعلم. ألا لا نهوض بغير علم، ولا هداية بغير علم، ولا علم دون علم الوحي الذي هو العلم، ولا هدى في غير العلم النازل من رب العلم على معلم أهل العلم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. أولا، مفهوم المؤسسات العلمية. يقصد بالمؤسسات العلمية كل مراكز دراسة العلم وتدريسه وتدارسه في مختلف أصناف العلوم الشرعية والإنسانية والمادية، ولا سيما الجامعات والمدارس العليا وما يشبهها، وهذا المعنى العام. ثم كل مراكز البحث العلمي المتخصصة الرسمية والحرة التي تتولى دراسة مواضيع معينة دراسة علمية منهجية تلبية لحاجة ما أو طلب ما، وهذا المعنى الخاص. والشأن فيها بهذا المعنى الثاني أن تشتمل على عدد من الخبراء قارين وتابعين، قد يقلون حتى تضمهم مجموعات بحث، وقد يكثرون حتى يشكلوا معهدا أو مركزا للبحث، وقد تحتاج دولة أو دول ما إلى أنواع من الدراسات والبحوث المتشعبة المتكاملة، فتؤسس مجموع مؤسسات ضخمة تدير بها جيشا من الباحثين في عدة تخصصات. نموذج سيناريس بفرنسا على سبيل المثال، المركز الوطني للأبحاث العلمية بفرنسا وما يشبهه في عدد من الدول أو أحسن منه. ومثل ذلك قد تفعله بعض المنظمات الدولية، ويغلب عليها بحكم طبيعة العصر الطابع المادي والإنساني، يعني الشرعي ما داخل شيء. فما أكثر المؤسسات العلمية الباحثة في المادة لتسخيرها جامدة أو سائلة، يعني المادة جامدة أو سائلة أو غازية، كمراكز البحث في الطاقات الذرية والشمسية والكهربائية وغيرها، وكمراكز البحث في أجواز الفضاء وأعماق البحار ومكونات الكواكب وأسرار المعادن والسوائل والغازات. وما أكثر المؤسسات العلمية الباحثة في الإنسان لتجيهه أفرادا وجماعات ودولا ومجتمعات منذ الجينات حتى الحضارات لبحث خلقه ورزقه وبنائه ودوائه. لا أطيل عليكم في هذه النقطة. تنقب في الماضي الصحيح، وتمسح الحاضر بالفحص الدقيق، وتستشرف آفاق المستقبل بالنظر العميق، إلى غير ذلك من التوجهات التي تقف خلفها هيئات ومنظمات وبنوك دولية وشركات ودول قوية وإيديولوجيات. ونظرا للطبيعة البحثية التخصصية التي للمؤسسات العلمية، والطبيعة الجماعية التكاملية التي لخبرائها وفرقها، والأجهزة والوثائق التي عادة ما تتوفر لها أكثر من غيرها، والنتائج المهمة الدقيقة التي تسفر عنها دراساتها، والأطر العليا المدربة التي تكون بها، النظر لذلك ومثله، فإنه لا توجد قوة كبرى لا تعنى بها ولا تعتمد عليها، بل إنها حواسها التي تجمع لها المعلومات، ودماغها الذي يحلل لها المعطيات ويزودها بالحلول والمقترحات، وأذرعها القوية التي بها تنفذ المخططات. ولذلك تخصص لها في الدول الكبرى أقوى الميزانيات، وتخص من جميع حكوماتها بأكبر التشجيعات. النقطة الثانية، القيمة الاستراتيجية للمؤسسات العلمية. لكي ندرك القيمة الاستراتيجية للمؤسسات العلمية التي ينبغي ينبغي أن نعرف أولا ما الاستراتيجية. ودون البحث في تاريخ اللفظة وتركيبها والمعاني التي أعطيت لها قديما وحديثا، نختار أنها كلام لغيري فن التخطيط أو فن التدبير في جميع مجالات الحياة المعاصرة. ولقد بحث كثير من علماء اللغة ومن المفكرين المهتمين بالتخطيط والتنبؤ بالمستقبل عن مدلول هذه اللفظة وصلاحيته للتعبير عن الخطط أو البرامج التي تحمل هذا الاسم، مثل استراتيجية التطوير أو استراتيجية المواجهة أو استراتيجية الردع، لينتهوا إلى القول إن لفظة استراتيجية يعني يعنى بتعبئة وتجيه الموارد والطاقات البشرية والمادية لتحقيق شامل أوسع وأفضل وأمثل للأهداف المسطرة والموضوعة من قبل التنظيم الذي أشرف على وضع الاستراتيجية أو الدولة أو شيء. وإذا كان انتهى الكلام، وإذا كان أحسن تخطيط والتدبير للوصول إلى الأهداف
وإذا كان أحسن تخطيط وتدبير الوصول إلى الأهداف هو الأكثر تعبئة وتوجيها للموارد والطاقات بغية تحقيق أكبر مردود بأقل مجهود، وذلك هو التدبير الاستراتيجي، فإن الناصح الأمين الذي يهدي إلى ذلك كله ويهدي في ذلك كله ولا سيما اليوم هو العلم، هو البحث العلمي الذي يسفر عن العلم، وإنما مقر هذا ومركزه المؤسسات العلمية. نقطة ثالثة، وظائف المؤسسات العلمية، وهي تقوم في اتجاه تحقيق الأهداف بما يلي: أولا المحافظة على البيئة، هذه ألفاظ استعملها استعمالا خاصا، والإحسان في تدبير أمرها يقتضي أمورا: العلم بما فيها مما ينفع الناس ويمكث في الأرض، في اتجاه أهداف التخطيط، ولا سبيل إلى ذلك بغير الدراسة الجادة والبحث الدقيق العميق لفرز الأفكار الميتة من الحية والمبادئ السامة من الملقحة والموروثات المقعدة من المنهضة والأساليب العاجزة من الناجحة والأخلاق المدمرة من المعمرة، لا سبيل إلى حصر الإمكانات والطاقات والذخائر والأرصدة على جميع المستويات حصراً تقويمياً موجهاً يصف الواقع وصفاً أميناً ويزين مدى نفعه وفائدته للمراد وزنا. والذي ينهض بذلك كله لا شك هو المؤسسات العلمية المتخصصة، وإلا فهو الخبط خبط عشواء. نقطة أخرى، وصف ما يلزم لاستمرار سلامة هذا النافع السليم وعودة لاستمرار سلامة النافع السليم وعودة الصحة والعافية للنافع المريض، وذلك لا يكون إلا بالعلم أيضا، فهو الذي يشخص الداء وهو الذي يصف الدواء، وإلا فهو أيضا الخبط خبط عشواء. ثالثا وأخيرا في هذه النقطة، في محافظة على الإحسان في تدبير أمر محافظة على البيئة، إنجاز ما وصف كما وصف لتتم المحافظة حقا، ويختصر بها في التدبير مقادير من الجهد والمال والوقت والطاقة أثناء السير، والمؤهل لذلك أيضا هم أطر المؤسسات العلمية المتخصصة المدربة. النقطة الثانية، في الوظائف التحضير العام للميدان، وهو يستلزم فيما يستلزم: أولا وضع تصور شامل للأساسيات التي إن لم تعد فلن ينجح التخطيط، وإن أعدت كان النجاح من أيسر ما يكون، وذلك كالفضاء اللازم والتجهيزات الضرورية وكيف الأطر المطلوبة وكمها وهكذا. ثانيا تنفيذ ذلك التصور على أرض الواقع بصورة تجعل الميدان محضرا كل التحضير لاستقبال بقية المراحل، والأمران معا مما تنهض به المؤسسات العلمية بجدارة، فليس هناك أقدر منها على وضع التصور الشامل الكامل للأساسيات، وليس هناك أصلح منها لتنفيذه على أوسع نطاق وفي هدوء ويسر، وذلك لطبيعة سير العلم والمؤسسات العلمية، إذ إنها قد تسير مسافات دون أن تظهر آثارها للعيان، ثم إنها قد تشغل الناس بالآثار مع توقفها هي من زمان. فلو أخذنا مثلا شيوع العلم ولا سيما الشرعي شرطا للإصلاح، فإنه يمكن إذا أحسن التدبير تأسيس أشكال من المؤسسات العلمية الجديدة، وإحياء أشكال من المؤسسات العلمية القديمة، ونشر ذلك بالتي هي أحسن في المدن والقرى والبوادي، كل بما يناسبه وكما يناسبه، ولا يمر نحو جيل على من أخلص وأيقن وصدق وصبر حتى يتحضر الميدان ويتخلص من كثير مما يعرقل ويعوق، ويتجهز بكثير مما يساعد ويعين، وإذا بالعلم قد انتشر، وإذا بالخير قد التقى على أمر قد قدر. النقطة الثالثة في الوظائف، الإعداد المنهجي الخاص للمطلوب ومداره على ما دار عليه الأمر أول مرة ويدور عليه آخر مرة وكل مرة، إنه التعليم والتدريب والتكليف. وهذه في الحقيقة، هذه الأمور الثلاثة يعجب الإنسان عندما ينظر في القصص القرآني، يجد كل رسول مر بهذه المراحل الثلاثة: علم ودرب وكلف حسب المرحلة. أما التعليم فلأنه لا عمل دون علم،
ولا علم دون تعلم ولا تعلم دون تعليم، فوجب تكوين ما ينبغي كما ينبغي بالقدر الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ولا سبيل إلى ذلك بغير المؤسسات العلمية. وأما التدريب فلأنه لا قيمة لعلم حتى يتحول إلى عمل، ولا إحسان لعمل دون تدريب، إذ لا يطمئن على أن الفهم صحيح حتى يتمثل في عمل صحيح. فوجب تعريض المعلم للبلاء حتى يحسن، وللاختبار حتى يمهار، والمؤسسات العلمية على ذلك أقدر وبه أخبر. وأما التكليف فلأنه غاية التعليم والتدريب معا، ولأن به لا بسواه تحمل الأمانة وتؤدى الرسالة ويتحقق الهدف. هذه النقطة الثانية أهمية المؤسسات العلمية المتخصصة، وهي فيها طبعا ثلاث نقاط كما سمعتم: مفهوم المؤسسات العلمية، القيمة الاستراتيجية للمؤسسات العلمية، وظائف المؤسسات العلمية. النقطة الثالثة منطلقات الرؤية. الرؤية تنطلق من ثلاث منطلقات أولا التراث هو الذات، ثانيا الوحي أثمن ما في هذا التراث، ثالثا لا بد لتجديد بناء الذات من توظيف التراث. التراث هو الذات، سبقت الإشارة إلى أن الأمة هي هذا الكسب الحضاري، هذا حقيقتها وتجليه أساسا في العلوم، في العلوم والصناعات، هذا تجليه، ذلك الشيء الذي جلاه ابن خلدون في المقدمة، ذاك هو الكسب الحضاري، لخصه بالنسبة له هو إلى حدود زمانه في نظره على سبيل المثال. تراثنا هو ذاتنا، التراث هو الذات، فهذا منطلق، بحيث إذا لم نوظف هذا التراث لا سبيل إلى أن نفعل شيئا في هذه الدنيا. التراث هو الذات. النقطة الثانية الوحي أثمن ما في هذا التراث. ناس كثيرون يخرجون الوحي من دائرة مفهوم التراث، وليس الأمر كذلك. الذي هو عندنا في القرآن الكريم بالنص، وعندنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص، وعندنا هو الواقع كذلك العملي، هو أن أثمن ما ورثناه على الإطلاق، وأثمن ما أورثته البشرية من القرون الخالية التي لا ندري كم مضى عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت الساعة كهاتين، معنى قريب جدا من الساعة، كم مضى من الزمن لا ندري. خلاصة ذلك كله هو هذا الذي يسمى الآن بالقرآن، وبيانه السنة الصحيحة، الوحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الوحي هو خلاصة التراث البشري الذي به تتم هداية البشر في أموره كلها بصفة عامة. ونحن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وراثة الكتاب، فخلفا بعدهم خلف، لا في جهة ورثوا الكتاب، ليست هذه الآية، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا، ورثوا الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، وهذه الوراثة للنبوة ليس فيها لا مال لا درهم ولا دينار، ليس فيها لا لحم ولا دم، هي وراثة لما للوحي، وراثة للوحي. فإذن أثمن موروث على الإطلاق هو هذا الوحي، فإذا أبعد الناس عنه فقد أبعدوا عن سر نجاحهم وسر حياتهم وسر وجودهم. والنقطة الأخيرة في هذه النقطة، في المنطلق الثالث، لا بد لتجديد بناء الذات من توظيف التراث. طبعا التراث أولا يعني كما سنرى بعد قليل يمر بمراحل لنستطيع أن نفعل هذا، قبل أن آخر مرحلة هي توظيف التراث. التوظيف ينبني على التقويم،
والتقويم ينبني على الفهم الصحيح، والفهم الصحيح ينبني على الاطلاع الصحيح على ما كان، وهذا يلزم فيه أمور. فإذا القطيع أن نبني شيئا الآن انطلاقا من ما عند الغرب، هذا لن نستطيع أن نفعل شيئا، لأن قطعا سنكون تابعين لسوانا. دائما الذي له الأصل، صاحب الأصل، هو الذي يرجع له الفضل، وهو الذي يكون مرشحا لكي يقود كل هؤلاء الذين يتبعونه. يعني الفرنكوفونية الآن أو الانجلوسكسونية أو أي شيء، هل نستطيع، هل يستطيع أي دولة تابعة لفرنسا أن تتفوق على فرنسا في لغتها الفرنسية أو في فكرها الفرنسي؟ هل تستطيع أي دولة في تابعة لإنجلترا في مستوى الانجلوسكسوني؟ غير وارد، هذه الأمور غير واردة بالبداهة كما يقال. فإذن لماذا نقول توظيف التراث؟ لأن الخطاب الآن، يعني عندما يوما ما كان موضوع عن الوعي الحضاري بهذا العنوان تقريبا، لم ينشر حتى الساعة للأسف، نظرات في الوعي الحضاري مصطلحا ومفهوما، أو الوعي الحضاري وإشكالاته المصطلحية والمفهومية أو شي حاجة هكذا. المهم أن الذين حملوا الدعوة إلى الوعي الحضاري وتكلموا في هذا الموضوع وبدأوا يتكلمون كلاما مؤداه أنه ما لم يحصل هذا الوعي لن يستطيع الناس أن يتحركوا، ويتحدثون عنه كأنه شيء يعني موجود، والناس عندما تخاطبهم هذا الخطاب لا يفهمون هذا الوعي الحضاري. ما هو هذا الوعي الحضاري؟ لا يستطيعون أن يتحركوا بكلمة الوعي الحضاري، ولكن لو جئتهم بلفظة أخرى يعرفونها وقد حركت من قبلهم فإنهم يتحركون كما تحرك من قبلهم. لو جئتهم بلفظ الإيمان أو جئتهم بلفظ يشبه هذا يتحركون، لأنهم يعرفون ما تقول، وشيء ميسور، يعني هناك الاشتراك في الأمر. فتوظيف التراث أساسي لبناء ذات الغد، توظيف التراث أساسي. طبعا هذا التوظيف كما قلت لا بد له مراحل سابقة له، ليعرف من الذي يوظف ومن الذي لا يوظف، ولكنه لا بد منه. النقطة الرابعة، تحديات الخدمة في هذه الرؤية. تحديات الخدمة في هذه الرؤية كذلك يمكن أن نلخصها في هذه الأمور الثلاثة، هي معضلات كبرى تواجه الأمة الآن. ثلاث معضلات هي: أولا معضلة النص، ويقصد بها تلكم المعضلة التي تتمثل في الواقع الأليم لما تبقى من نصوص التراث الذي هو الذات، ذلكم النص الذي يمكن حصر أهم وجوه معضلته في أمور، منها وجه العلم بمراكز وجود مخطوطه وهو الأكثر. أين يوجد هذه الذات؟ توجد في المخطوطات مثلا، الذات هذه التي تتعلق بالتراث المكتوب، هذا التراث يوجد في المخطوطات. هذه المراكز الآن، مراكز المخطوطات في العالم، مراكز المخطوطات التراث العربي الإسلامي في العالم، لا يوجد دليل واحد يحصرها حصرا تاما نهائيا، رغم ما قلت لكم عن فؤاد سيزكين، وقد يكون يعني أجمع من سواه، ورغم جهود قامت بها بعض المؤسسات، مؤسسات كثيرة اهتمت بهذا الموضوع، ما يعني مركز المخطوطات العربي الذي كان في القاهرة ثم ذهب إلى، في ظروف معينة ذهب إلى الكويت ثم عاد إلى القاهرة، هذا الأمر الذي يقوم به جمع الماجد، مركز ملك فيصل، مركز إحياء التراث، مركز يعني كل ذلك ليس بشيء في تحقيق الغاية الحقيقية التي هي حصر شامل للمراكز التي توجد في هذه المخطوطات. لا يوجد الحصر ولا في بلد واحد،
في هذه الأمة حصر تام. هذه واحدة لن نضيع. ثانية، وجه العلم بوجود مخطوطه وأحوال وجوده في المعلوم المراكز، يعني هذه المراكز التي فيها المخطوطات باختصار. لا نعلم أيضا بالضبط ما فيها حد الساعة، نعلم المكان الفلاني فيه، نعلم توجد فهارس، لأنك تلك الفهارس فيها العجب العجاب أيضا في الخبط. وجربت بنفسي وصورت مخطوطات بناء على ما في الفهارس، يعني أنها ترجع إلى سنة كذا، وأنها بخط المؤلف، وأن فرغبت فيها، وأخيرا تبين لي عندما تصفحتها عمليا وجدت الذي قالوا إنه ينتمي إلى القرن السادس وجدته يستشهد بنصوص القرن التاسع الهجري، الذي قالوا إنه يعني مهم وجدت كل ذلك ليس بصحيح. فالأخطاء، أعطي مثال، ما مؤسسة آل البيت في الأردن تعتبر أجمع مؤسسة في فهرسة ما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، أخرجت 13 مجلدا في فهارس المخطوطات القرآنية ومخطوطات القرآنية وعلوم القرآن. لكن عندما يعني بذلت جهدا وتبعت الأمر واستطعت الحصول عليه ورأيت ذلك، وجدت أنهم ما تجاوزوا، أنهم جمعوا ما في 1600 فهرس، فلم يحققوهم شيئا في تلك الفهارس. عمليا جمعوا ما في الفهارس الأخرى وأخرجوا ذلك في فهرس واحد، فالمعلومات على ذمة المفرسين الأوائل، فما زال الإشكال قائما. كذلك عندما أيضا وجه توثيق نسبته ومتنه، توثيق المتن وتوثيق النسبة فيه إشكالات كثيرة كثيرة جدا. كتب كثيرة الآن تنسب لغير أصحابها، ونصوص يعني وكتب كثيرة في نصوصها أخطاء كثيرة جدا، حتى المطبوعات دعك من المخطوطات. لذلك أيضا مشاكل التكشيف، جانب أيضا وجه آخر لهذه القضية، هو وجه هذا أيضا وجه تكشيف محتوياته، ولا سيما المصادر الأمهات التي تشبه في خصوبتها وساعتها وكثرة عطائها الغابات. فكم من بقايا كتب قيمة لعلماء أفذاذ يمكن استخراجها من بطون تلك الأمهات ولا يكشف عنها إلا التكشيف. وكم من علوم ومعارف وشواهد نادرة لعلوم ومعارف توجد مطوية في أحشائها، لا سبيل إلى تدليل عقبة العلم بها إلا بالتكشيف. وحتى الآن لم يكشف من منشور التوراث إلا بعض جوانب من بعض الأمهات، وذلك التكشيف ليس تاما، هو تكشيف لبعض الأمور فقط. أيضا وجه الطبع والتوزيع مشكلة، الطبع والتوزيع. الآن واقع الأمة يعني كثير من هذا التراث لم يطبع، يعني حقق ولم يطبع كوضع الرسائل الجامعية الكثيرة، وكثير منه أيضا مخطوط حديث أو قديم أيضا لم يطبع، والذي طبع ربما أيضا في التوزيع فيه إشكال غير يسير. كم من مطبوعات طبعت في الشرق الأقصى للأمة، يعني في باكستان والهند، ولم تصل، ما هي متداولة الآن. أيضا مطبوعات في هذا البلد لم تصل إلى هذا البلد، مشاكل كثيرة في عملية استيعاب الموجود. هذا أيضا وجه استعضاء من الوجوه، أيضا وجه استعصاء معظمه حتى الآن، وهو المخطوط على تدخل الحاسوب لتسهيل إخراجه والاستفادة منه. وبحل هذه المعضلة الأساس يضبط الأساس الذي تقوم عليه كل الدراسات في مختلف أصناف العلوم والتخصصات. المعضلة الثانية معضلة المصطلح، ويقصد بها تلكم المعضلة التي تمثل أساسا في الألفاظ الاصطلاحية أو مفاتيح العلوم بتعبير الخوارزمي، اللازم تحديدها لفهم الذات في الماضي. لماذا يجب تحديد المراد بالمصطلحات؟ الناس يظنون أو أغلب من يشتغلوا من يعني من دائرة المثقفين كما يقال،
يظنون أن المصطلح إذا قرأوه في كتاب على سبيل المثال في معجم المعاجم قد فهموه. لا، أقول لا باطمئنان أخرى أو عرفة، هناك المصطلح العابر للعلوم، هناك أشياء غريبة. الذي يريد أن يفهم الألفاظ الاصطلاحية بما يفهم منها اليوم ما ترك من الجهل شيئا، وما ترك من الخطأ في الفهم شيئا. وهناك أمثلة ضربت في إبانها وكانت قد بني عليها الكثير، ككلمة المنطق في قصة العلاقة بالمنطق اليوناني وأثره على سبيل المثال في كلمة الأحوص في الشعر في العصر القرن الأول الهجري، وما الشعر إلا خطبة من مؤلف ومنطق يعني أو إلا وما الشعر إلا خطبة من مؤلف بمنطق حق أو بمنطق باطل للأحوص على سبيل المثال. أخذ منها الجوز على سبيل المثال ما أخذ وقال ما قال في أخذ النقد العربي من اليونان. جاء الأستاذ رحمه الله العابد الجابري في مصطلح الواجب عند يعني سيبويه على سبيل المثال، أخذه كذلك، أخذه وبنى عليه أن العرب كذلك تأثروا باليونان وبنوا يعني نحوهم على ما لدى اليونان. ولفظ الواجب في كتاب سيبويه هو مقابل الكلام الواجب، مقابل الكلام المنفي لا علاقة له بمصطلح الواجب المعروف في المنطق. كلام كثير ها هنا أقول لا داعي للتفصيل فيه. هذه على رأس وعلى تلكم الألفاظ تدور المسألة المصطلحية بمفهومها الحضاري الشامل، تلكم المسألة التي تبحث مصطلح الماضي بهدف الفهم الصحيح فالتقويم الصحيح فالتوظيف الصحيح، وتدرس مصطلح الحاضر بهدف الاستيعاب العميق في التواصل الدقيق مع المجموع فيما بيننا في التوحد على أقوم طريق، وتستشرف آفاق مصطلح المستقبل بهدف الإبداع العلمي الرصين والاستقلال المفهومي والتفوق الحضاري. بعد هذا معضلة المنهج، ويقصد بها تلكم المعضلة يعني التحدي الثالث، معضلة المنهج ويقصد بها تلكم المعضلة التي تستمثل أساسا في طرق البحث والدرس التي كلما كانت أقوم وأهدى وأسد كانت أنفع وأجدى وأرد توثيقا وتحقيقا وتكشيفا فهما واستنباطا وتأليفا. ومشكلة المنهج كما هو معلوم هي مشكلة أمتنا الأولى، ولن يتم إقلاعنا العلمي ولا الحضاري إلا بعد الاهتداء في المنهج التي هي أقوم. والناظر في أحوال الأمة عامة والحال العلمية منها خاصة يلحظ بيسر أن مسألة المنهج لما تعطى حظها من العناية والدراسة من العناية والرعاية، وأن كثيرا من الأموال والأوقات والطاقات تضيع بسبب فساد المنهج. وإذا جاز الترخص في شيء فإن البحث العلمي لا ينبغي أن يكون من ذلك بحال، لأنه بمثابة القلب في جسد الأمة، إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. الأمر النقطة الخامسة مراحل الخدمة فيها يكما تعطلت عليك أستاذ، مراحل الخدمة في هذه الرؤية هي أيضا ثلاث مراحل. الأولى الإعداد العلمي الشامل للنص حسب المنهجية حسب منهجية معينة. النقطة الثانية الإعداد العلمي الشامل أيضا للمصطلح. النقطة الثالثة الإعداد العلمي الشامل للمنهج. في النقطة الأولى أول يعني تقترح المنهجية التالية: أولا الفهرسة، وتتطلب إنجاز معجم مفهرس للمطبوع من المخطوطات العربية في العالم، حاصر لما طبع قابل سنويا لإلحاق ما يطبع، ويعين عليه أكبر العون لو يكون دليل السنوي للمطبوعات العربية في العالم. لا وجود له، لا تفعله الأليكسو، لا تفعله الإيسيكسو الإيسيسكو، لا تفعله أي جهة للأسف علمية. الأمور تبقى معلقة إذا لم يكن هناك جهد. أنا أحس هناك شيء يمكن أن نسميه الجهاد العلمي. الجهاد العلمي لأن الأمة أغلب الأغنياء يفهمون كيف ينفقون في بناء مسجد، يفهمون كيف ينفقون أحيانا في بناء مدرسة للتعليم العتيق والعلوم الشرعية،
لكن في بناء مؤسسة علمية للبحث العلمي تنهض بأخطر يعني الوظائف وبأخطر وقائمة على أصعب الجبهات، هذه تحتاج إلى وعي غير يسير غير يسير. فلذلك بعده معجم مفهرس لمراكز المخطوطات العربية في العالم، خزائن، مساجد، زوايا، كنائس، متاحف وغير ذلك، ثم معجم مفهرس المخطوطات العربية المحفوظة بتلك المراكز. بعدها إذا عرفنا أين يوجد الفهارس نحتاج إلى تصوير ما فيها، يتطلب تصوير كل ما بمعجم مفهرس المخطوطات العربية في العالم من أصوله دون انتقاء أو استثناء. لماذا أقول دون انتقاء أو استثناء؟ لأن العمل الذي قام به مركز المخطوطات معهد المخطوطات العربية قام على الانتقاء، ولذلك لم يستطع استيعابه ولا ما في قطر واحد، دعك من ما في العالم العربي أو ما في العالم، وكان ذلك تابعا للفرقة أو قل للمجموعة التي أرسلها لتصور، لتقوم بتصوير المخطوطات من بلد كذا. فحسب فهمها ودرجة وتخصصها وقع انتقاء بعض المخطوطات وجمعت. لكن العمل العلمي المنهجي لا يسمح بمثل هذا الكلام، يجب تصوير كل شيء. تقول إنه سيء، رديء، يعني فيه أشياء قبيحة، هذا لا يضر في مرحلة الجمع، لأن أولا يقع الجمع وبعد ذلك يوضع، يأتي التصنيف ويعطى لأهل الاختصاص. أهل الاختصاص هم الذين يرتبون الأولويات. أما أنت أولا، لأن الأمر فيه جوانب أخرى كبيرة جدا، مثل مشروع مثلا المعجم التاريخي للغة العربية. اللغة العربية لا تفرق ما بين الألفاظ التي فيها أخلاق والألفاظ المنافية للأخلاق، هذا كله كان لفظا عربيا مستعمل يوما. لذلك التراث حامل لهذه اللغة، وهذه اللغة حاملة لكسب الأمة وحضارتها، وحاملة لتاريخها أيضا، لأن عندما ترتب تاريخيا لن تجد شيئا يعينك على هذا الأمر أقوى من اللغة. يعني يوم تظهر المدونة اللغوية العربية الشاملة، نهار اللي تجي ما عرف تجي في حياتنا ولا تجي بعد حياتنا، ولكن إذاك ينبغي للأمة الإسلامية أن تعلن ذلك يوم عيد، فقد أنقادت التراث كله وصار رقميا يمكن معالجته والوصول إلى مختلف الأمور في تاريخنا وحضارتنا من جميع الجوانب. كل أصحاب أي اختصاص يستطيعون أن يبحثوا عما يريدون في تلك المدونة الضخمة. أقول هذا التصوير بعد التصوير التخزين طبعا يتطلب حفظ ما صور وتخزينه بأحدث الوسائل في مركز جامع المخطوطات العربية في العالم، غير متيسر هذا الساعة أيضا رغم الجهود الفردية الموجودة ورغم جهود بعض الدول والمنظمات، ولكن كل ذلك غير كاف. التصنيف هو هذا الذي تحدثت عنه قبل قليل، يتطلب تصنيف ما خزين من متخصصين وحسب حاجات التخصصات زمانا ومكانا وإنسانا وموضوعا. بعده التوثيق، يتطلب إثبات صحة نسبة ما صنف إلى صاحبه ضبطا للعلاقات المختلفة بالقائل والسامع والعصر والمصر إلى غير ذلك مما يمكن أن يستفاد من صحة النسبة وتضبطه صحة النسبة، فيصح التصور للأمور زمانا ومكانا وإنسانا تاريخا وواقعا. ثم التحقيق، ويتطلب إثبات صحة متن ما وثق كما صدر عن صاحبه طبقا لقواعد وآداب معينة، وذلك لضبط الأحكام والاستفادة من النصوص انطلاقا من حدود عبارتها، لئلا يقول قائل ما لم يقل فيقول بتقويله عصر أو اتجاه أو غير ذلك، ولئلا يبني بان بناءه على ما لم يصح بسبب تصحيف أو تحريف أو بتر أو غير ذلك فيفسد التاريخ والواقع معا. التكشيف، ويتطلب كما سبقت الإشارة ما تطلب النشر، ويتطلب طبعا ما وثق وحقق وكشف طبعا لا يفسد ما أعد، ثم توزيعه توزيعا واسعا يعين أكبر العون على ما قصد. ثانيا، الإعداد العلمي الشامل للمصطلح. الإعداد العلمي الشامل للمصطلح هو الذي يؤهل للاعتماد العلمي الشامل له،
وإسهاما في تحقيق ذلك تقترح المنهجية التالية: أولا الفرسة، أيضا فرسة المصطلحات، وتقتضي إنجاز معجم مفهرس للمصطلحات في كل تخصص من التخصصات، وهو غير موجود حد الساعة. لا يوجد لأي علم فهرس شامل عبر التاريخ. وهذا الذي نتحدث عنه، نتحدث عن المعاجم التاريخية، لأن المعاجم التاريخية وحدها التي تنفع في هذا الموضوع. ولا يكون ذلك إلا بفهرسة مصطلحات كل كتاب منشور من كتب التخصص أولا. المعجم مفهرس مثلا لمصطلحات أصول الفقه مثلا، أو مصطلحات الفقه، أو مصطلحات علم أصول الدين، وهكذا. كما لا تكون تلك الفهرسة إلا من متخصصين فيه، ليس من أي كان، أو ناشر أو وبالإحصاء والاستقراء التام. ثالثا بعده تصنيف، تصنيف المصطلحات إلى معرفة فتفرد مع تعاريفها موثقة، وإلى غير معرفة فترشح للتعريف، ثم تصنيفها مفهوميا تبعا للنسق الأصلي لها في تخصص التراث. كيف كان أصحاب اختصاص ما يفهمون الاختصاص كله؟ فالمصطلحات تلخص المباحث، تلخص العلوم، فالنسق الذي كان لها في التاريخ هو نفسه تطور بعد التطور من فترة إلى فترة، ولكن على العموم أولا يقع التصنيف المفهومي للأنساق إن وجد التعدد في الماضي، ثم أيضا ما الذي هو كائن الحاضر. أولا تصنيفها مفهوميا تبعا للنسق الأصلي لها في تخصص التراث، فتبعا للنسق العلمي المعاصر الذي تنتمي إليه الآن. بعده التعريف، تعريف المصطلحات غير المعرفة، وهذه بحسب التقدير قد تتجاوز 80% من المصطلحات غير معرفة مستعملة في كتب التخصص ولم تعرف، لأنها في زمانها كانت معروفة لأهلها، ولكن لم يقدر لها أن تدون، أن تجمع وتوضع في معجم والمعجم يعرفها بذلك التفصيل. مضى الزمان، صارت بمثل ما يقال نبات معروف. تعرف تعريف المصطلحات غير المعرفة ويتضمن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي معبرا عنه بأدق لفظ وأوضح لفظ وأجمع لفظ، مع ضرب المثال ليتضح المقال. ثم بعدها تخزين كل المصطلحات بأحدث الوسائل في مركز جامع لمصطلحات كل التخصصات العلمية في التراث، ثم نشر ما خزين بكل الوسائل الحديثة على مراكز البحث المعنية بالمصطلح من مجامع وجامعات ولجان ومنظمات، تيسير الانتفاع به في الوضع وغير الوضع. الوضع يعني وضع المصطلحات، يعني في عمل الترجمة وعمل التعريب. هذه الجهود الآن التي تواجه بالمصادفة، تواجه بغير علم، فضلا عن أن ما يفعل لا يستفاد منه، لأن العمل في واد والعلمي في واد. جهود دابا الآن مكتب تنسيق التعريب الجالس في الرباط ينسق ما أنتجته المعاجم واللجان الخاصة بالتعريب في العالم العربي، يجمع ذلك وينسق، وبعد ما هي القنوات وما هي الوزارات الإعلام وما هي الصحف وما هي وما التي هي على اتصال مستمر بمثل هذا المركز لتأخذ منه ما الذي مثل ما كنا نقول قبله في الشبكة مثلا، استعمل الانترنت، الانترنت صافي خلاص ولا يلتفت إلى الآخر. الآن أنا واحد في مثل وضعي أرى العجب العجاب، القنوات الكبيرة مثل الجزيرة وغيرها تنتج خطأ بسرعة يعمم، بسرعة يعمم، ويظن الناس أن ذلك تلك هي العربية ولا صلة لها بالعربية، وتقول قولا ما دام الآخرون هم الذين يعني الإعلام والإدارة والإعلام المكتوب والمرئي وكل ذلك إذا سار خصوصا الإعلام أخطر من التعليم في هذه النقطة. يعني كان لابد من رقيب لغوي حيث ما كان هناك إعلام، لابد من رقيب لغوي، ولكن للأسف الأمور تسير وكفى، أقول تسير وها. نلي عندنا رجعون.
هذه مشكلة عويصة جدا جدا جدا. ثم النقطة التالية في مسألة الإعداد العلمي للمصطلح، هذه النقطة الثالثة، الإعداد العلمي الشامل للمنهج. قطعا قطعا للقطيعة مع التراث واستفادة من كل ما جد في فهم الذات وتقويم الذات وتجديد الذات، تقترح المنهجية التالية في الإعداد. أولا، وصف المنهج في التراث في مختلف أصناف العلوم والتخصصات، المنهج النظري والمنهج التطبيقي معا، وتتبع تطورهما، وصفه وتتبع تطورهما عبر تاريخ الذات، تاريخ الأمة، تتبع هذا التطور لهذا المنهج. ثانيا، وصف المنهج في هذا العصر لدى غير الذات، هو ما أسميه الأول، أسميه مثلا بالاستيعاب الزمني التاريخي العمودي، وهذا الاستيعاب الأفقي المكاني. تتبع وصف المنهج في هذا العصر لدى غير الذات في مختلف أصناف العلوم والتخصصات، النظري والتطبيقي كذلك. ثالثا، تركيب المنهج المناسب للذات من كل ذلك في مختلف أصناف العلوم والتخصصات، ولا سيما في ثلاثة مجالات تشتد الحاجة فيها أكثر من غيرها لترشيد المنهج لانطلاق الذات: مجال التوثيق بمفهومه الشامل لأي نسبة أو متن، مجال الدراسة بمفهومها الشامل لأي مصطلح أو نص أو قضية أو موضوع، مجال التأليف بمفهومه الشامل لأي نوع من أنواع البحوث والرسائل والكتب وغيرها. سادسا، شروط الخدمة في هذه الرؤية هي ثلاثة شروط باختصار: شرط العلمية في الوسائل، وشرط المنهجية في المراحل، وشرط التكاملية في السير. المقصود أن أي عمل ليس علميا، ليس صحيحا في منطلقاته، ليس صحيحا في طرق استنباطه، لن يكون صحيحا في نتائجه، ولن يكون صالحا للاعتماد عليه في هذه المسيرة العلمية التي نتحدث عنها. كل ما بني على خطأ فهو خطأ. فلذلك عبرت مرة بأن الذي يدرس في مجال المصطلح مثلا أو غيره، ويدرس بإفعال كما فعل ربيع بن حذار بشعر الزبرقان، يقول: كلحم أسخن، لا هو أنضج فأكل، ولا هو ترك نيئا فينتفع به، لا هذه لا هذيك، غيخسر الخدمة ومشى. فإذا عملا نحتاج، لا نريد كتراه، لا نريد قصة ليست قصة كم، نحتاج الآن إلى مبدأ محبوك ولا متروك. يعني عمل علمي حقيقي لا تستطيع زعزعة ما فيه إلا بجهد كبير، إن قدر أن يكون ذلك كذلك. ينوب الباحث في عمله، الباحث الفرد أو الباحث الجماعة أحيانا في بعض فرق البحث، ينوبون عن الأمة جملة في ذلك الموضوع. يجب أن يستشعروا هذا المعنى. لا داعي لأن تنفق الأمة وقت باحث آخر أو جهد باحث آخر أو في هذا الموضوع، ما معناه؟ يجب أن نتكامل في الجهد. أنت هنا تشتغل، اشتغالك منسجم مع الآخر في إندونيسيا والآخر في أوروبا والآخر في أي نقطة من الأرض. فلذلك يجب أن توفي الموضوع حقه، حتى لو لم يتسن لك أن تكمل البحث في مرحلة معينة منظمة حسب الجامعة، مرحلة الدكتوراه، مرحلة، تابع الموضوع بعد، لا داعي لأن تذهب يمينا ولا شمالا حتى تنهي الموضوع في هذه القضية. يعني شغل مبدي وجالس تما ما عنده تمنى. فهذه العلمية ضرورية في الوسائل، المنهجية في المراحل، هذه نقطة أيضا مهمة جدا، منهجية في المراحل. ماذا؟ لا أقصد بمنهج البحث، أقصد شيء آخر، هو ونحن في تخصص ما نريد أن نبحث، يعني نبرمج الأولويات في التخصص، يجب دائما أن نهتم بالذي يسبق في الذي يليه في الذي يليه. لا ينبغي أن نقدم ما حقه تأخير، ولا أن نؤخر ما حقه تقديم، لنسير بصورة منهجية منظمة. هذا لابد أن يراعى في كل تخصص، أن يراعى في كل مركز، أن يراعى، أن يراعى، أن يراعى، لابد من هذا، وإلا يضيع المال، يضيع الوقت، يضيع الجهد، وأحيانا لا تكون نتيجة نهائيا.
فهذه المنهجية في المراحل ضرورية. دابا على سبيل المثال فيما كنت أتحدث عنه مرتبا ممنهجا، وهذا قصدي برؤية علمية شاملة، ما دمنا لم نحسم في قضية النص، كل الأحكام تقريبا التي نصدرها في العلوم في تراثنا وفي تخصصات تراثنا كلها ستهتز، إن لم تكن الآن تهتز ستهتز غدا، بعد استكمال بعد أن تحضر النصوص الغائبة الآن، النصوص الغائبة الآن ستؤثر في هذا الحاضر الآن. هذا إذا تصورنا أن الاستيعاب الحاضري تم. على كل حال نختم على دور القيلان شي اللي كاين. أخيرا التكاملية في السير هاي واضحة، الذي يشتغل بالعين الآخر يشتغل بالأذن، الآخر يشتغل بالأنف، الآخر يشتغل بالأسنان، الآخر يشتغل بالرجل، وهكذا الذين يشتغلون أيضا في نطاق العين أيضا يتكاملون فيما بينهم، وعلى مستوى الكلية، على مستوى الجامعة، على مستوى البلد، على مستوى الأمة. هذا نوع توجه ينبغي أن يكون خاتمة في ضرورة التعاون بين أهل العلم وأهل الحاسوب وأهل المال. أهل العلم وظيفتهم الأساسية ضبط وترشيد حركة النهوض للأمة من أجل الشهود وأداء وظيفة الشهادة مصداقا لقوله تعالى كنتم خير أمة، عفوا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وأهل الحاسوب لتسخير طاقات العصر من أجل تسريع إنجاز أهل العلم، وأهل المال للإمداد بالوقود اللازم لحركتي النهوض والشهود. تحتاج إلى وقود، هذا الوقود لا حركة النهوض ولا حركة الشهود، تحتاج إلى وقود. هذا الوقود لا ننظر فيه كما يعني مراه كان الكلام كثيرا في مجال التعريب على القرار السياسي. إني أتكلم انطلاقا من تجربتي وأتكلم انطلاقا من الواقع، إن الأمة لديها طاقات لتفرض واقعا بعينه ولو لم يوجد قرار سياسي. أما إذا وجد القرار السياسي هذه رحمة مهداة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاهد الوشيقي الذي من خلال هذه المداخلة القيمة من هذه الرؤية العلمية المتكاملة الشاملة لخدمة التراث، لا شك أنه قد أفادنا وأنفعنا كثيراً، ونتمنى أن تكون هذه الرؤية مشاريع بحثية في إطار المؤسسات وأيضاً في